شريف، مساء الخير عليك. تحياتي يا زميلي امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وحشني يا امير. انت اكتر يا شريف، مفتقدينك الفتره اللي فاتت في الحقيقه. حبيبي قول لنا الاخبار عندك ايه؟ خليني اقول لك ان التمرين النهارده كان صباحا، يمكن في 11 صباحا، يمكن طبعا استعدادا لمباراه بني سويف في كاس مصر اللي هتكون يوم الثلاثاء المقبل باذن الله. يمكن اللي ما يعرفوش عن فريق او جماهير النادي الاهلي ما تعرفوش عن فريق بني سويف، يمكن فريق بني سويف من اقوى الفرق في مجموعه الصعيد في الممتاز، يمكن فريق بينافس على الصعود من الموسم الماضي، يمكن السنه دي بادئ كويس جدا وبينافس على بطاقه الصعود للدوري الممتاز. يعني الاهلي هيلاعب فريق محترم جدا، الاهلي هيلاعب فعلا فريق قوي مش من الفرق الضعيفه. خليني اقول لك ان النهارده مستر فايلر اجتمع مع اللاعبين من حوالي 10 دقائق في الملعب بعد ان فضل طبعا راحه اللاعبين في الامس علشان خاطر ضغط المباريات. ولازم نحيي مجلس اداره النادي الاهلي والجهاز الاداري في النادي الاهلي اللي تعامل مع ضغط المباريات بطياره خاصه الى تونس. فعلا فرق جامد لما النادي الاهلي عنده مباراه يوم الثلاث في كاس مصر، وعنده مباراه ايضا يوم الجمعه في بطوله افريقيا، فما كانش ينفع خالص النادي الاهلي يروح بالتونس بطياره عاديه خالص، كان هياخد اوقات كثيره وكان هيبقى في مشكله في مواعيد مباراه يوم الثلاث ويوم الجمعه. الراجل النهارده فايلر عمل حوالي محاضره 10 دقائق حذر فيها النادي الاهلي من التفكير في مباراه يوم الجمعه، مباراه الافريقيه مع الهلال السوداني، التركيز فقط في مباراه بني سويف اللي هتكون بعد بكره، لازم نركز في بطوله كاس مصر. ولما لا نبص ليه بكاس مصر، الراجل عاوز الدوري، عاوز افريقيا، عاوز كاس مصر. قال اللعيبه افصلوا خالص افريقيا، افصلوا خالص الملف الافريقي وركزوا فقط في مباراه يوم الثلاث. فرقه قويه تعمل لي ليها فيديو، اتفرجت على الفريق، الفريق محترم لازم نحترمه عشان نقدر نتخطى دور ال 32 ونتاهل الى دور ال 16. يمكن بعد هذا المحاضره اللي استمرت حوالي 10 دقائق لقت قبول طبعا مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن اللعيبه اللي شاركت في مباراه النجم الساحلي، يمكن النهارده كان تمرينهم خفيف اكثر منه تمرين استشفائي، هو ده اللي بيعمله معظم فرق العالم، بعد اي مباراه لازم على طول التمرين اللي بعد كده يكون تمرين استشفائي عشان بكره باذن الله يقدروا يؤدوا التمرين بكل قوه. باقي اللاعبين اللي ما شاركتش في مباراه النجم الساحلي النهارده كان عندهم تمرين قوي جدا وتالق فيه لعيبه كتيره جدا على راسهم حسام عاشور واحمد الشيخ. خليني اقول لك النهارده راجع عمل تقسيمه تالق فيها لاعبين كتير، عمل تخصص على جول عشان يقدروا يفنشوا الهجمات كلها لاهداف. التاهيل ما زال مستمر، العالم معلول اللي بدا ينضم الى التاهيل، كريم نيبت، محمود متولي، صالح جمعه النهارده ما شاركش لان عنده اجهاد عام، باذن الله بكره يكون موجود في التمرين زي ما قلت، معلول حوالي اسبوعين باذن الله ويكون جاهز مع لاعبي النادي الاهلي. صلاح جمعه بيشتكي من ايه او ليه ليه تدريبات منفرده تاهيليه؟ في حاجه بالنسبه لصالح؟ صالح يمكن التمرينات اللي فاتت كان عنده اجهاد، فعشان كده هو اتفضل الجهاز ما يضغطش عليه، اتفضل النهارده يكون التمرين خفيف وباذن الله بكره تعمله تيست لو كويس باذن الله هيشارك بكره في التمرين بكامل قوته. الجهاز الطبي والجهاز التاهيلي في النادي الاهلي بيبقى حريص اي شكوى من اي لاعب على طول يتعاملوا معاه بسرعه، ما يضغطوش على اللاعب علشان خاطر الاصابه ما تتفاقمش، ما بيلاقوا جهاز في اي عضله بيشتكي منها اللاعب يفضلوا راحه اللاعب، وبيعمل تمرينات استشفائيه، بيعمل تمرينات في الجيم علشان خاطر يقدر يبقى فريش ويبدا يؤدي تمريناته بصفه منتظمه، ويبدا يجاري لاعبي النادي الاهلي في التمرينات وما يحصلوش انتكاسه او يحصل له اصابه. ويمكن الجهاز الفني بتاع الجهاز الطبي بيتعامل بهذه الجزئيه باحترافيه شديده في الفتره الاخيره، ويبقى حذاري جدا منها قوي، ما بيقدرش يضغط على اللعيبه علشان خاطر ما يحصلش اي اصابات في اللاعب. تمرينات الحراسه المرمى على اقوى مستوى، الشناوي سوري شريف اكرامي وعلي لطفي، تمرينه قويه جدا ما بين الاثنين. النهارده الشناوي اكتفى بتمرينه خفيفه جدا عشان خاطر الاستشفاء، ولكن تالق ملحق كبير جدا لشريف اكرامي مع لطفي بيجاريه ايضا، اللي بيتابع التمرين هيلاقي فيه تالق وفيه منافسه شديده بين شريف اكرامي وعلي لطفي. بكره باذن الله هيكون التمرين وبعد كده معسكر لليله مباراه طبعا بني سويف، اللي اتمنى باذن الله يكون التوفيق في صالح النادي الاهلي ونفوز الفوز في صالح النادي الاهلي ويتاهل لدور ال 16 في مسابقه كاس مصر. زميل امير عندك استفسار معاك؟ انا بشكرك شكرا جزيلا يا شريف. زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي قال لنا كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق خلال